شبهنا لقب سطيف، صرت ضارب 4 مرات رح تكسر الخامة، فهمنا انه عصبك قوي. مو بس انا، ابني وعيلة العيلة عصبك كلياته قوي. تخيل ابني عمره 5 سنين بيحمل جحش بيد وحدة بيرفعه لفوق. جحش؟ ايه. ابني الثاني عمره 11 سنة بيحمل طنبور في حصانين بيدتين والتنتين لفوق. طنبور؟ لك ايه. ابي بينطع الحيط نطحة واحدة بيهد البيت كلياته. نطح؟ لك ايه. جدي عمره 109 سنين. قديش عمره؟ 109 سنين. 109 سنين بيمسك البارودة هيك وبيتعجى. بيتعجى؟ ايه بيدتين والتنتين. ايه بصدقها. لأنه أنت بتعرف البحر الميت؟ ما بعرف غيره. أنا أبي اللي موته.